مرحبا بكم معنا من جديد في برنامج ايكو كويز، أسئلة أجوبة وهدايا كالعادة على قناة الاقتصادية الأولى. ابقوا معنا ما تروحوش بعيد. مرحبا بكم معنا في حصة ايكو كويز. مرحبا، أهلا وسهلا بك. مرحبا، راح نعطيك 3 كيسيون، إذا جاوبتهم صحاح راح تربح معنا أن كادو من عند أغفيا إن شاء الله. بإذن الله بإذن الله. السؤال الأول يقول: الجزائر تستهدف ناتج محلي خام آفاق 2026 يقدر ب 400 مليار دولار، 200 مليار دولار، ولا 300 مليار دولار؟ هي الخام التي تطبع على 300 مليار دولار. تبعت آخر تصريح رئيس الجمهورية؟ تبعت الكلمة التي تلقاها رئيس الجمهورية، الكلمة الأخيرة على الخام الطبيعي الذي يطلقوا على الناتج المحلي الخام. على بالك واش معناها ناتج محلي خام؟ مخل طبيعي. ناتج المحلي الخام يعني مجموع قيمة الإنتاج الاقتصادي من الخيرات والخدمات في الجزائر خلال 2026. 2026 راح يولي الخام ب 26 مليار دولار. والإجابة خاطئة. حسب آخر تصريح لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال باللي الناتج المحلي الخام للجزائر آفاق 2026 يقدر ب 400 مليار دولار، ولا 200 مليار دولار، ولا 500 مليار دولار. الإجابة الثالثة 500 ألف دولار. 500 مليار دولار، هذيك هي الإجابة. الإجابة خاطئة. شكرا على المشاركة. سلمك معليك. Découvrez la première ligne de soins spécifique HydraDeep, destinée à la peau sèche et sensible, et adoptez sa routine de soins. Commencez par la mousse nettoyante pour une hygiène douce et efficace avec des bienfaits hydratants. Puis appliquez le sérum visage universel pour un soin intense et une hydratation profonde. Et enfin, perfectionnez le soin par la crème visage spécifique pour une peau nourrie et hydratée intensément et un teint unifié avec un éclat instantané. La meilleure combinaison entre hydratation et soins spécifiques. مرحبا بكم معنا في برنامج ايكو كويز. الله يسلمك، بارك الله فيك. الله يسلمك. راح عندنا 3 كيسيون، إلا ربحت معنا راح تربح ان كادو من عند أغفيا. ماذا بيا نربح كادو ان شاء الله، نكون حسب تطلعاتكم ان شاء الله. ان شاء الله. السؤال الاول يقول: ما هي اغلى عمله في العالم؟ راح نعطيك اقتراحات: الدولار، ام الاورو، ام الدينار الكويتي؟ الدينار الكويتي. والاجابه صحيحه. نروحوا للسؤال الثاني. سؤال ثاني يقول: اكبر دوله عربيه مصدره لزيت الزيتون، هل هي السعوديه، ام الجزائر، ام تونس؟ زيت الزيتون حسب معلوماتي السعودية. والإجابة خاطئة. شكرا على المشاركة. بارك الله فيك. الدولار شحال الرتبة تاعو ضمن ترتيب أغلى العملات في العالم؟ هي الرتبة الأولى الدولار، معروفة. والإجابة متأكد؟ إن شاء الله. والإجابة خاطئة. شكرا جزيلا على المشاركة. إن شاء الله، بارك الله. شكرا. السؤال الأول يقول: صندوق النقد الدولي حسب آخر تقرير له يتوقع نمو الاقتصاد الجزائري ب، تعرف صندوق النقد الدولي؟ آخر تقرير له قال باللي نمو الاقتصادي للجزائر أراه 3. ارتفع ب 3.8%، 3.8%، 4.8%، ولا 2.8%؟ راهو 3.8%. والإجابة صحيحة. نروحوا للسؤال الثاني. على بالك واش معناها الناتج المحلي الخام للجزائر؟ بيان سور. واش معناها الناتج المحلي الخام؟ لا، واش رانا نستخرجوا باغ اكزومبل الوسمو تاع الصخري هذاك. هو قيمة الإنتاج الاقتصادي من الخيرات والخدمات للجزائر خلال سنة 2026. فهمت، هذا هو واش معناها ناتج محلي خام. قالنا رئيس الجمهورية أن الجزائر تستهدف ناتج محلي خام آفاق 2026 يقدر ب 400 مليار دولار، 200 مليار دولار، أو 500 مليار دولار. 400 مليار دولار. والإجابة صحيحة. السؤال الثالث يقول: ان شاء الله الثالثه تافته. ان شاء الله الثالثه تافته كما قلت. وما عنديش معلومات كبيره، انا كما نقولوا مواطن بسيطه، نتبع هكذا عن كتب. وشنو ان شاء الله فيها خير؟
ان شاء الله فيها خير. تفضلي. السؤال يقول: ما معنى صيغه السكن اديال؟ سكن عمومي مدعم، او سكن عمومي ايجاري، او سكن ترقوي عمومي؟ سكن عمومي مدعم. والاجابه صحيحه، مبروك عليك، راك فزت معنا. بارك الله فيك، يعطيك الصحه وصحة رمضانكم، وبارك الله فيكم، وان شاء الله ماشي هذه هي الاولى. معليش شاركنا في قناة الاقتصادية الأولى، وفي الشركة اللي هي شركة معنا اليوم، شركة أغفية، وراح تربح معنا لوكادو من عند أغفية إن شاء الله. هكا راك مشارك معنا في قناة الاقتصادية الأولى، معليش نديروها في السيري. شوفي عندك انستغرام؟ عندي. ايه ادخلنا انستغرام من فضلك. شركة أغفية هي شركة لمنتجات التجميل، وراهو مشارك معنا في أغفية. قناع الشعر المغذي من أغفية في شكله الجديد يمثل عناية متميزة لجميع أنواع الشعر، بفضل تركيبته الفريدة فهو مركز بزبدة الشيا، زيت الأرغان، الألويفيرا والكيراتين، ليمنح الشعر ترطيبا وتغذية مكثفة مع نعومة فائقة. ملمسه المخملي ورائحته الرائعة يجعلان استعماله تجربة فريدة لتسريح خصلات الشعر. عبوته الجديدة على شكل أنبوب أنيق تسهل التطبيق وتعزز سلامة المنتج طوال مدة الاستعمال بعد الفتح. أغذية صحة لنا. ألف مبروك توفيق لهذا الكادو، ولمن راح تهديه؟ هذا كادو لمنتجات التجميل. نهديه لزوجتي. زوجة اليوم تسلم على ديرش فطور شباب العيد. بلا الكادو دير لي فطور شباب. مالف تجيب لها لي كادو اوغ. داري نجيب لها لي كادو، راهي قايمة بيا وقايمة بولادها، ويرحم والديها وربي يجازيها، وان شاء الله ربي يكملنا معنا كما نقولوا في الخير ولهنا ان شاء الله. ان شاء الله ربي يكمل لكم في الخير ولهنا ان شاء الله. معليش تفتح الكادو باك نوروه لل. هي منتجات تجميل من طرف شركة أغفية. ألف مبروك مسيو. وبهذا نأتي إلى نهاية هذا العدد من برنامج إيكو كويز. نتلاقاو غدوة إن شاء الله نفس التوقيت نفس القناة الاقتصادية الأولى. كونوا في الموعد.